امبارح عرضنا فيديو لفاطمه احمد الممرضه من دمياط اللي استقبلتها، يا ريت يكون معانا دلوقتي، استقبلتها منطقتها بالزغاريد والتهنئه. نشوف. الحمد لله على السلامه، اشتقنا ليكم يا ما. بس الناس حضنتها. يا فاطمة مساء الخير. فاطمة، يا فاطمة. أيوة مساء الخير. مساء النور أستاذة أمين. الحمد لله على سلامتك أولا. الله يسلمك. بس هي الناس عمالة تحضن. طب يا فاطمة وبعدين، مش قلنا بلاش حضن وبلاش سلامات وبلاش كده؟ أنا عارفة إن بلاش كده، بس ده فرحة بلدي، يعني بلدي فرحانة إن رجعت. يعني انا مش هقول لبلدي ان هم ما يعملوش كده، ده فرحتهم اصلا اول ما نزلت البلد، فرحانين ان انا رجعت بالسلامه. طمنيني الاول عليكي، قولي لي يعني انت كنت ممرضه فين؟ في مستشفى دمياط اصبتي، عرفتي؟ احكي لي بقى على فكره قصه الاصابه. انا اول حاجه ان انا في مستشفى دمياط، انا فاطمه، اسمي فاطمه احمد حسن، ممرضه في دمياط في مستشفى دمياط التخصصي. انا كنت موجوده في الشغل، اولا احنا ما كانش عندنا ولا حاله ايجابيه. إيه وبعدين انا كنت موجوده في الشغل، فهم طلبوا يعملوا للتمريض مسحات. إيه انا كنت من ضمنهم، فعملت عملت المسحه يوم 22/3. إيه وبعدين ظهرت يوم 24/3، وفي حد من المستشفى رن عليا وعرفني ان التحليل ايجابي. إيه طبعا انا اتفاجئت طبعا، لان انا ما بتعاملش مع حالات ايجابيه، وانا شغاله اصلا مع اطفال، مع عنايه اطفال. فانا طبعا يعني قلت ازاي، انا طبعا استغربت زي اكن واحد يعني مش عايزه اقلل من نفسي اصلا ان اقول ان انا واحده جاهله. إيه بس فعلا كانت صدمه بالنسبه لي، لان انا ما اتعاملتش مع حالات ايجابيه خالص. فانت ما بقيتيش عارفه هو ده جه منين. ما هو انا استغربت اصلا لما قالوا لي. قبلت الموضوع وقالوا لي تيجي مستشفى الصدر دمياط، ورحت مستشفى الصدر. طبعا كان قابلني ناس هناك، دكاتره برضو، عشان ياخدوا مني معلومات، الناس اللي جات مخالطه معايا. واليوم ده انا كنت موجوده اصلا مع اختي طول اليوم، فاختي برضو ممرضه في الجهاز الهضمي، واخت ومرات اخويا برضو كانت موجوده في اليوم ده، لان هم قالوا لو الاختلاط زاد عن نص ساعه لازم يعملوا مسحه او تحليل للحاله اللي كانوا قاعدين معايا. فمرات اخويا واختي عملوا، هم الاثنين تمريض، عملوا مساحات والحمد لله التحليل بتاعهم سلبي. وبرضو هم رحنا بقى من مستشفى الصدر، رحنا مستشفى 15 مايو في حلوان. طبعا رحنا استقبلونا برضو استقبال كويس. بدأوا معانا في العلاج، انا عارفه ان الكورونا ملهاش علاج، بس في علاج معين بيدوه، يعني مضاد حيوي تاميفلو. قعدنا هناك 11 يوم. تعبتي يا فاطمه؟ يعني انت كنت من الناس اللي تعبت، ولا من الناس اللي كانت الاعراض بسيطه؟ لا، هو اولا ما كانش ظاهر عليا اي اعراض خالص، يعني انا كنت عامله التحليل ومفيش عندي اي اعراض. الفتره اللي قعدتها برضو هي على قد ما هي كانت صعبه بالنسبه لي، بس الحمد لله برضو طول الفتره اللي انا قعدتها 17 يوم قعدت ما ظهرش عليا اي اعراض خالص. مفيش حراره، مفيش صدر بيوجع، مفيش كحه، مفيش كده؟ لا، يعني هم عملوا معانا، اخدوا عملوا عملوا لنا تحاليل وعملوا لنا اشعاعات، والحمد لله كانت التحاليل كلها كويسه واشعاعات كويسه. بس طبعا بناء على التحليل اللي طلع في الاول هيتعاملوا معايا زي اي حاله، حتى لو مش ظاهر عليا اعراض هم هيتعاملوا معايا زي اي حاله. فاطمه كنت خايفه؟ هو انا كنت خايفه في الاول،
بس خلاص بقى، هو امر واقع وتقبلته. بس على اساس ان انت ممرضه فمتعلمه ففاهمه، يعني ممرضه انت من الطاقم الطبي فانت فاهمه اكتر من اي حد تاني، هل ده ايوه. خفف عليكي ولا زود عليكي؟ لا هو ما زودش عليا، هو ما زودش عليا والحمد لله. زي ما حضرتك قلتي لي ان انا واحده فاهمه، يعني برضه تقبلت الموضوع وفهمت. احساسك بقى والناس بتقابلك بكل هذه السعاده والاغاني والافراح، حسيتي بايه؟ انا طبعا كنت مبسوطه وفرحانه اصلا من اهل بلدي، وما فكروش بطريقه سلبيه، فكروا بطريقه ايجابيه ايوه، ان هم ما لان في شافوش ناس مني تانية اصلا. تعرضت للتنمر وناس كانت بتضايقهم وبتقول لهم ما تقعدوش في البيت ده، انت عارفه. ايوه لا هم عاملينه كويس. وبرضو عايزه اقول اول واخيرا برضو اصحابي وزمايلي والدكاتره في المستشفى ومدير المستشفى ورئيس التمريض دعموني برضو، لولا دعمهم برضو معايا وما كانوش بيسيبوني برضو، ده يعني خلاني برضو يعني ده حافز بالنسبه لي. يعني هم ما سيبونيش، ما بعدوش عني اصلا، كلهم وقفوا جنبي واهل بيتي وكلهم وكل البلد، كل البلد هنا، البلد برضو ما سابتنيش وكلهم. فاطمة هترجعي الشغل؟ اه ان شاء الله. أنا بشكرك، أنا بحب الستات الجدعان، الستات الجدعان دول يعني بيسعدوني جدا، برافو عليكي. أنا بشكرك فاطمة أحمد الممرضة الشجاعة اللي لسه يعني الحمد لله خفت من الكورونا ورجعت سالمة لأهلها، والمشاهد اللي بنشوفها دي يا جماعة هي تعقيم لكل شوارع دمياط بتقوم به الأجهزة التنفيذية في دمياط، في محافظة دمياط، تعقيم لكل شوارع وكل الأماكن في دمياط.